تنظيم الوقفه النهارده؟ والله احنا اللي دفعنا لتنظيم الوقفه النهارده ان احنا كدفعه 2010 و2011 ثانويه عامه ما كانش لنا حاجه اسمها انتساب، فاحنا بنشوف ازاي ما يعني نظام ماشيين عليه بقى له اكتر من 35 سنه في جميع جامعات مصر يتلغي في سنه. احنا دفعه 2010 و2011 وبنتكلم في كيان اسمه حمله الهلال المفتوح، بنطالب برجوع الانتساب للدفعتين دول، لان احنا لما المكتب التنسيقي هو اللي ودانا للتعليم المفتوح ما كانش لنا حاجه اسمها انتساب، كان في انتظام وكان في تعليم مفتوح بس ما كانش لنا حاجه اسمها انتساب. سبب الاعتصام ان احنا عايزين نحول انتساب لان ده حقنا من الاول، احنا دخلنا عن طريق التنسيق وساعتها الدفعتين اللي اتلغوا عليها الانتساب وجينا التعليم مفتوح، فعلا بنطالب احنا بعد ما رجعوا الانتساب ان احنا نحول انتساب تاني. قابلنا النهارده الوزير التعليم العالي مصطفى مسعد وعرض عليه مطالبنا، بس رافض ان الدفعه جايه تحول بدون شروط بس، فاحنا مش راضيين طبعا على القرار ده لان في ظلم كتير، احنا تعبنا. تفسر بيه عدم الاستجابه لمطالبكم حتى الان؟ افسر ان هم مش عايزين يحولوها بسبب الفلوس اللي هم بياخدوها من ورا التعليم المفتوح، ان دي بتعتبر ليهم يعني بتجيب لهم فلوس كتير. اسمعوا النقطه الثانيه، اسمعوا النقطه الثانيه، عليه للدفعه الجايه، عليه للدفعه الجايه، دي شركه استثماريه، دي شركه استثماريه، مسجنها حراميه، مسجنها حراميه. النهارده طبعا طلعنا لسياده الوزير واجتمعنا معاه، سياده الوزير طبعا اعتصامنا ده يعتبر اثر في بعض الحاجات، حقق بعض المطالب، ويعني قرار جيد دوت هيستمر لاكثر من سنه، يعني هيستمر الجاي السنه الجايه، السنه اللي بعدها اللي هيجيب جيد هيحول، وهيتم في مفاوضات الايام الجايه مع المواذير واجتماعات جايه مع الوزير لتعديل نظام التعليم المفتوح للي مش هيحول. احنا مش راضيين طبعا على القرار ده لان في ظلم كتير، احنا تعبنا. اولا احنا رافضين كل الكلام دوت وساريين في اعتصامنا، واحنا دي مش كل مطالبنا، لازم مطالبنا كلها تتحقق، ولازم مفيش اي مساومات على مطالبنا، واحنا مكملين لغايه اخر نفسنا. كل الحرامية بقى.